يتحركني سامحنا شوف ربي يصبرنا. نتمنى حاجه برك الشيخ. نعم فتحوا لنا تحقيق برك في الامر. راهو بدا درك فتحوا لنا تحقيق برك هذا مكان كن متهني راهي امورات التحقيق راهو بدا وعظم الله تحقيق قضائي على اساس انه لانجينيور دوتير هذا وين كان. وانا ناكد لكم باللي جميع المتسببين في هذه الحاله اللي شتها اليوم راح يلقاو الجزاء تاعهم، راح يلقاو العقوبات اللازمه عليهم، يعني يكونوا متنين. احنا اكيد هذا الم كبير، تالمنا كثير يعني بفقدان عنصرين عاملين معنا، يعني تاثرنا كثير. صحيح على بالي قدر الله ما شاء فعل، باش حدهم يموتوا. ما كان حتى انتيريم، قاعد غير شيف ديكسبلوطاسيون وحده. سبحان الله العظيم. امبيلونس قاعد على بالك اللي مات هو الشيخ فاطل. سبحان الله. وراح تشوفونا بزاف. ان شاء الله يا رب. وتهلاو فينا قوموا بنا، رانا والله ما خليكم، والله ما خليكم. هذه امانه. رانا نضحي بانفسنا. بارك الله فيكم. ولا انا نعرفوا صلاحنا، ما كاين والو. لا ما كانش انكوراجمون، ندخلوا الله يبارك ندخلوا في الملاير وتخلص ثلاثه دور. الاخر فينا ضارب من 2012، من 2012 هو فلاويت 3، كاين فلاويت 1، كاتاستروف. انا باش نقول لكم باللي في الاعمال اللي رانا الان نحضروا فيها ولايه سطيف راح تكون قطب في الزنك. مشروع كبير راح ينطلق في ولايه سطيف ان شاء الله. راح نكون ان شاء الله كما قلت انت الوسائل الجديده المتطوره راح تكون في قطب الزنك اللي يكون فيه اكثر من 12 موقع في هنا ولايه سطيف. والمنبع هذا المنجم هذا ما داخلين في عين الاعتبار باش نعاودوا اعاده تاهيله. اليوم رانا جينا وكذلك شكلنا راي معايا اليوم لجنة معينة مشكلة من إطارات الوزارة المناجم وكذلك شرطة المناجم التابعة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.